بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كنا في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لما سأله ذعلب اليماني عن أنه هل رأى الله سبحانه وتعالى أم لا ؟ فخطب الإمام عليه السلام خطبة بليغة فيها جوامع مسائل التوحيد وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول الإمام عليه الصلاة والسلام مريد لا بحمامه سميع لا بآله بصير لا بأدات لا تحويه الأماكن ولا تضمنه الأوقات ولا تحده الصفات ولا تأخذه السنات إلى آخر الخطبة الشريفة إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. فلذلك في علمه للأشياء، بالأشياء، بالحركات، وفي فعله، وفي إرادته، لا يحتاج إلى شيء. إن الله سبحانه وتعالى سميع. لكن سمعه ليس كسمع الممكنات نحن كيف نستمع الى الاشياء ان هناك اله في رؤوسنا تسمى الاذن هذه الاله تلتقط الامواج الصوتيه ثم تتحول هذه الامواج الصوتيه عبر سلسلة الأعصاب إلى الدماغ وهناك الإنسان يدرك المسموعات فالسامع فينا في الحقيقة دخول الأمواج الصوتية إلى بدننا إلى جسمنا ونحن نحتاج إلى هذه الأدوات ولذا إذا واحد لا يوجد في وذنه أعصاب أو بعض الأعضاء التي لا بد في السمع منها إذا لا توجد لديه لا يسمع إذا لا توجد أمواج صوتية في مكان فيه خلاء لا يوجد أمواج صوتية الإنسان لا يستمع إلى شيء يعني بعض الأحيان الإنسان يكون في مكان مغلق الامواج الصوتية لا يمكنها ان تخترق هذا المكان فلذلك المكان يكون في صمت مطبق الله سبحانه وتعالى سمعه للاشياء ليس بهذه الكيفية وانما سمعه بمعنى علمه بالمسموعات الله عز وجل يعلم المسموعات ولا يحتاج الى جزء كالاذن ولا يعقل ان نقول بان هناك الامواج الصوتيه تدخل في مثلا ذات الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك مستحيل، وهو دليل الفقر والله سبحانه وتعالى الغني المطلق. وكذلك حينما نقول ان الله سبحانه وتعالى بصير، ليس بمعنى البصر كبصرنا. نحن كيف نرى النور؟ يصطدم بالاشياء ثم ينعكس فهذا النور تلتقطه العين ثم يتحول الى امواج الى المنطقة البصرية في الدماغ وحينئذ الانسان يدرك الاشياء فلذلك في الظلام الدامس الانسان لا يرى شيئا قد تكون هناك امواج نوريه لكن هذه الامواج النوريه ضعيفه وعين الانسان تلتقط امواج نوريه ضمن حدود معينه اذا صارت اقل من تلك الحدود المعينه لا يمكن لعين الانسان ان يلتقطها نعم بعض الحيوانات هذه تلتقط الامواج الضوئيه التي لا يلتقطها عين الانسان ولذلك في الظلام ترى وبعض الاجهزه النواظير هذه وسيله لتركيز تلك الامواج الضعيفه النوريه بحيث انه تتلائم مع درجه بصر الانسان فلذا الحيوانات او الاجهزه التي ترى في الظلام هذا في الحقيقة لوجود النور لكن نور قليل جدا. فاذا صار ظلام دامس بحيث انه لا يكون هناك اي نور فهنا الرؤية تستحيل. وحتى بالاجهزة لا يمكن الرؤية الا عبر ايجاد الضوء. هناك اجهزة توجد اشعاعات اللي هي امواج نورية وهذه الاشعاعات التي هي امواج نوريه تسبب امكان الرؤيه والا بدون وجود الامواج النوريه حتى بالاجهزه لا يمكن الرؤيه فنحن الامواج الضوئيه تنتقل الى اعيننا ومن الاعين تنتقل الى منطقه الدماغ حينئذ نرى الله سبحانه وتعالى هل يحتاج الى عضو لكي يرى كلا الله سبحانه وتعالى هل يعقل ان نقول انه يحتاج الى هذه الامواج الضوئيه وان هذه الامواج الضوئيه تدخل في ذاته كلا كل ذلك مستحيل فلذلك البصر في الله سبحانه وتعالى انما هو بمعنى العلم بالمبصرات يعني كل ما يرى وكل ما نراه نحن الله سبحانه وتعالى عالم به وحيث ان صفات الاجسام منتفيه عن الله سبحانه وتعالى فلذا هو لا يوجد في المكان لان المكان مخلوق والمكان يحتوي على الاجسام. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم بل هو خالق للمكان فلذا لا تحتويه الاماكن. فلذلك من يزعم ان الله سبحانه وتعالى جالس جلوسا حقيقيا على العرش استنادا الى ايه متشابهه الرحمن على العرش استوى يفسرها بظاهرها مع انها من الايات المتشابهه ويفسرها قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي يتصور ان الله جالس على العرش نساله هل العرش مخلوق او ليس بمخلوق؟ يقول نعم العرش مخلوق فاذا المخلوق احتوى على الخالق. المخلوق احاط بالخالق وكل ذلك مستحيل عقلا ودل القران على بطلانه وكذلك الزمان الزمان مخلوق والزمان وليد الحركه ولذا ذكرنا فيما مضى ان الزمان يتولد من الحركه هذا العلم الحديث يقوله الكره الارضيه تتحرك هذه الحركه تولد الليل والنهار فهذا الزمان صار وكلما كانت الحركه اسرع الزمان يكون اسرع وكلما كانت الحركه ابطا الزمان يكون ابطا ولذلك يمكن يوم واحد عندنا في بعض الكرات الاخرى يكون بمقدار ايام او سنوات ويمكن يوم واحد عندنا في كرات اخرى لسرعه حركتها يكون هذا اليوم الذي هو عندنا في ذلك في تلك الكرة نصف يوم ربع يوم ساعة أو دقيقة حسب شدة الحركة أو بُطء الحركة، وبذلك يمكن الاستناس في تفسير هذه الآيات لعله في يوم كان مقداره ألف سنة في آية أخرى خمسين ألف سنة يوم واحد لكنه ألف سنة يوم واحد لكنه خمسين ألف سنة كيف يكون ذلك؟ لبطء الحركة فيه مثلا او لاي جهة اخرى، هذا من باب الاحتمال نذكره، لا انه تفسير للاية، بعنوان احتمال فيها. اذا الوقت هو وليد الحركة. الحركة ترتبط بالاجسام. والاجسام التي توجد في المتحرك هذا يمضي عليه عليها الوقت. لكن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. ولا تحتويه الاماكن حتى يكون محكوما بالحركه حتى يكون في الزمان، بل هو خارج الزمان وخالق الزمان، لان الزمان وليد الحركه والله سبحانه وتعالى خلق الاجسام وحرك الاجسام فمن حركه هذه الاجسام تتولد او يتولد الزمان. فاذا الله سبحانه وتعالى ليس فيه صفات الممكنات. وكما ذكرنا فيما مضى إذا هناك لفظة هذه اللفظة أطلقت على الله سبحانه وتعالى وأطلقت على المخلوق مثل كلمة العالم نقول الله عالم ونقول فلان عالم العلم في الله يختلف عن العلم في الإنسان اختلافا ذاتيا وجوهريا لأن علم الله سبحانه وتعالى عين ذات الله وذات الله تختلف عن الممكنات باختلاف حقيقي سنخ الوجود يختلف فلذا علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علم الممكنات ما هي حقيقة ذلك العلم؟ نحن لا ندرك حقيقة ذلك العلم بل حتى علم الإنسان الذي هو أمر ممكن حقيقته غامضة فما بالك بعلم الله سبحانه وتعالى كنه مجهول لنا فحينما نحن نصف رب العالمين بالعلم لانه وصف نفسه بذلك انما في الحقيقه مقدار دركنا وادراكنا من هذه الكلمه هو ان الله ليس بجاهل علم الله هو ذات الله هذه حقيقه ولكن مقدار دركنا من علم الله ان الله ليس بجاهل حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر إنه قدير مقتدر ما هو معنى القادر؟ القدير المقتدر ونحن نقول أيضاً بالنسبة للإنسان قادر فلان قادر على أن يفعل كذا مثلاً اللفظ واحد لكن المعنى مختلف لأنه ليس كمثله شيء وقدرة الله سبحانه وتعالى عين ذات الله فلذا مقدار ادراكنا من قدرة الله هو انه ليس بعاجز، اما شنو هي هذه القدرة؟ وما هي حقيقتها؟ فذلك مجهول لدينا، بل يستحيل ان نتعرف على حقيقة قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا حينما تصف رب العالمين بالصفات، سواء صفات الذات او صفات الفعل. معناها يختلف عن صفات المخلوقات. زين هذه الصفات هل توجب حدا لله سبحانه وتعالى؟ يعني احنا كممكنات صفاتنا توجب حدود لنا. يعني مثلا هذا الانسان موصوف بالطول، هذا طوله 170 سنتيمتر مثلا. هذه الصفه التي هي الطول في هذا الانسان حدت وجوده. وكذلك العرض، وكذلك سائر الصفات. الصفات تحد وجود الممكنات، أو بتعبير المنطقيين يقولون الماهية هي حدود الوجود. هذا وجود لكن هذا الوجود ليس وجودا منبسطا لا نهاية له، وإنما هو وجود محدود. هذا الحد للوجود هو الماهيه، فلذا الاشياء لها ماهيه بمعنى حدود للوجود. اما الله سبحانه وتعالى وجوده لا حد له. لذا الماهيه بهذا المعنى التي هي حدود الوجود ليس لله سبحانه وتعالى. فصفات الذات الصفات الذاتيه التي هي العلم والقدره والحياه والاختيار وما الى ذلك من صفات ترجع الى هذه الصفات. هذه لا تحد ذات الله لانها عين ذات الله. احنا صفاتنا تختلف عنا. صفاتنا عرض على وجودنا. لكن صفات الله سبحانه وتعالى ليست عرضا عليه بل هي الصفات الذاتيه عين ذاته. واما صفات الفعل فهي ترتبط بافعال الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى افعاله. ولو محدود خلق الاشياء يعني خلق الارض بحد، خلق السماوات بحد، خلق الانسان بحد، لكن هذه حدود للمخلوق وليست حدود للخالق. الله سبحانه وتعالى بخلقه المخلوقات لا يحد وانما يحد المخلوقات، المخلوقات لها حد وليس الخالق له حد. فاذا صفات الفعل هذه كالخلق والرزق وما الى ذلك هذه تحد المخلوقات لكنها لا تحد الخالق سبحانه وتعالى لانه قادر على ما يشاء من غير حدود وايضا صفات النقص لا توجد في الله سبحانه وتعالى احنا كمخلوقات فينا صفات نقص نحتاج الى نوم لماذا لأن جسم الإنسان يحتاج إلى تجديد الطاقة. تجديد الطاقة يكون عبر الأكل، الشرب، وعبر النوم، بحيث أن الأجهزة في الجسم أو قسم من أجهزة الجسم تصاب بالإرهاق، بالتعب، ففي النوم تأخذ راحتها وتستعيد قواها. هذه صفة نقص، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. لذا لا ياخذه نوم لا تاخذه سنه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم السنه هي مقدمات النوم النعاس الشديد بحيث ان الانسان يخفق مثلا فهذه تسمى السنه قبل النوم برزخ بين اليقظه والنوم لا تاخذه سنه ولا نوم فهو ليس محتاجا الى شيء ولا يحتاج الى راحة كما تزعم اليهود بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتعب ثم استلقى على قفاه في اليوم السابع واستراح وكان ذلك يوم السبت حسب ما يزعمون، كلا الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كم فيكون، خلق ذرة أو خلق مجرة لا فرق بالنسبة لله سبحانه وتعالى في هذا الخلق هما عنده سيان. ومن معاني الرحمن على العرش استوى كما ذكرنا فيما مضى انه نسبته الى المخلوقات نسبه واحده هو الخالق وهي المخلوقات فلا فرق بين مخلوق ومخلوق اخر مخلوق عظيم او مخلوق حقير خلقهما هذا بنحو واحد لا يستغرق جهدا ولا ما الى ذلك هذا قسم اخر من هذه الخطبه ونحن نبين المعاني على الفاظ امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الامام يقول مريد لا بهمامه الله سبحانه وتعالى يتصف بالاراده والاراده من صفات الفعل لكن ارادته تختلف عن ارادتنا نحن اذا اردنا شيئا هذه الاراده لها مقدمات الالتفات الى الشيء العازم الجازم الشوق المؤكد تحريك العضلات نحو الشيء. لكن الله سبحانه وتعالى حينما يريد شيئا هذا هذه الاراده لا تسبب انه يهتم بذلك الامر او ان تاخذ منه مثلا تعبا او نصبا او ما الى ذلك. الاهتمام منا لكن من الله سبحانه وتعالى مجرد ان يعلم بالشيء وهو قادر عليه ويختاره هذه صفات الذات عندما تجتمع الله سبحانه وتعالى يريد الشيء لأن صفات الفعل هي من شوها من صفات الذات كما مر مفصلا مريد لا بحمامة حمامة بمعنى الهم أي القصد والاهتمام يعني إرادته ليست لها مقدمات كإرادتنا سميع لا بآله آلة السمع عندنا الأذن الله سبحانه وتعالى سميع لكن بمعنى علمه بالمسموعات بصير لا بأداة الله سبحانه وتعالى بصير لكن بصره يختلف عن بصرنا بصر الله سبحانه وتعالى بمعنى علمه بالمبصرات وليس كبصرنا حيث نحتاج إلى العين لكي نرى لا تحويها الأماكن لأن الأماكن تحوي الأجسام تحوي المخلوقات والله سبحانه وتعالى ليس بجسم بل هو الخالق والمخلوق لا يحتوي على الخالق والاحتواء المكان لشيء هذا علامه على ان هذا الشيء محدود ضمن حدود خاصه لذا المكان احتواه والله سبحانه وتعالى ليس له حدود حتى يحتويه المكان ولا تضمنه ولا تضمنه الاوقات. نحن نعيش في الزمان، لا يمكن ان نخرج عن الزمان، لاننا اجسام والجسم محكوم بان يكون في الزمان، اما الله سبحانه وتعالى الزمان لا تحتويه، لانه خالق الاجسام المتحركه فهو خالق للزمان، والمخلوق لا يحتوي على الخالق، ولا تحده الصفات، نحن صفاتنا تحدنا. لكن الله سبحانه وتعالى صفاته إما صفات الذات وإما صفات فعل أما صفات الذات فهي عين ذاته فكما لا حد لذاته لا حد لصفاته لأنه لا توجد إثنينية بين ذاته وبين صفاته وأما صفات الفعل فهذه صفات الفعل هي منشوها من ذات الله سبحانه وتعالى وهي لا تحد باري سبحانه وانما تحد المخلوقات كما بينا ذلك ولا تأخذه السنات السنه مبدأ النوم هذا مبدأ النوم البرزخ بين اليقظه والنوم هذا علامة الحاجه والفقر والتعب والنصب وعدم القدره والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله هذا مقطع من المقاطع ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى مقطع آخر يقول سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله هذا إشارة إلى أن وجود الله سبحانه وتعالى ليست له بداية بحيث انه واحد يتوهم انه لم يكن ثم كان الاول في الله سبحانه وتعالى بمعنى انه كان ولم يكن شيء لا يوجد شيء يسبق على وجود الله سبحانه وتعالى ولا يوجد شيء مع الله في الازل بحيث انه يكون هناك تعدد اله كلا الله سبحانه وتعالى كان من الازل قبل ان يخلق شيئا هناك بعض العامه يروون روايه ان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق كان في عماء فوقه هواء تحته هواء لان هذه الروايه موضوعه ولو انه مثل ابن تيميه يصححونها ويعتقدون بها لان اولا هذا يستلزم التحديد لله سبحانه وتعالى وان يكون شيء فوقه الذي هو الهواء مثلا حسب هذه الروايه الموضوعه وهذا يستلزم ان يكون هناك شيء غير مخلوق لانه اذا كان في الازل فوقه هواء تحته هواء معنى ذلك ان هذا الهواء ليس بمخلوق لان السؤال قبل ان يخلق الخلق اين كان فيستلزم تعدد القدماء وان يكون هناك شيء اسمه الهواء هذا لم يكن مخلوقا لانه كان في الازل مع الله سبحانه وتعالى ونحن نعتقد كما بينه الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاة والسلام ومن قبلهم القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فحيث أنه الخالق لا يوجد شيء يشترك معه في صفة من الصفات وهذا هو الشرك المنفي أن نقول بأن هناك صفة من الصفات تشترك بين الخالق والمخلوق ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع يقول سبق الأوقات كونه كونه فاعل سبقه والأوقات مفعوله يعني سبق كونه الأوقات لأنه قبل أن يخلق شيئا لم يكن هناك شيء ولم يكن هناك حر ولم تكن هناك حركه حتى يكون زمان فلذلك الله سبحانه وتعالى قبل وجود الأوقات في الأزل كان الله ولم يكن معه شيء. فلم يكن زمان ولم يكن مكان ولم يكن شيء. فلذا وجوده سابق على الأوقات كلها. نعم، حينما خلق الأشياء وحركها، خلق الزمان أيضاً معها. سبق الأوقات كونه والعدم وجوده. الله سبحانه وتعالى كان موجودا ولم تكن الاشياء موجوده لا بصفاتها السالبه ولا بصفاتها الموجبه، يعني مثلا نحن حينما نولد والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا الانسان الذي يولد يولد جاهلا جهلا مطلقا. ثم بعد ذلك يتعلم الجهل هو عدم العلم او حسب ما يعبرون عنه في المنطق عدم الملكه ليس العدم المطلق عدم الملكه هذا عدم لكنه ليس العدم المطلق قبل ان يوجد زيد لا علمه موجود ولا جهله موجود لان العدم الـ مطلق لا حظ له من الوجود لكن العدم المضاف له حظ من الوجود فلا علمه موجود ولا جهله حينما يولد يولد بجهل ثم بعض هذه المجهولات تزول وتتحول الى علم ويبقى اكثر المجهولات على حالها لأن الإنسان وما أوتيتم من العلم الا قليلة فحينما الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: "والعدم وجوده"، يعني وجود الله سبحانه وتعالى كما سبق وجود الأشياء لأنه خلق الأشياء، كذلك الصفات العدمية في الأشياء، هذه الله سبحانه وتعالى أيضاً كان موجوداً قبل أن تكون هذه الصفات. العدمية أو قبل انتزاع هذه الصفات العدمية طبعا هنا أكو بحث منطقي وعقلي حول أنه العدم المقيد والعدم الماحظ النسبة بينهما وما هو الممكن منهما وما هو ليس بممكن وهو انتزاعي أو غير انتزاعي هذه بحوث تخصصية لا علينا بها الآن وإنما بالمقدار الذي نفهم كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف والعدم وجوده، يعني وجود الله سبحانه وتعالى سبق العدم في الأشياء. والابتداء أزله، يعني سبق أزله الابتداء. أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من الروحانيين. أنوار الأئمة والرسول الأعظم عليه وعليهم الصلاة والسلام. أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه واله واهل البيت عليهم الصلاه والسلام. هذا من الروحانيين. واما من الاجسام الكثيفه اول ما خلق الله سبحانه وتعالى الماء. وكان عرشه على الماء. اذا اول وجود خلقه الله سبحانه وتعالى الله كان سابق على هذا الوجود، كان الله ولم يكن معه شيء. فلذلك والابتداء ازله، يعني الوجود الازلي لله سبحانه وتعالى سبق اول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. الماء الذي خلقه، الانوار التي خلقها، هذه كلها في رتبة متاخرة. يعني كان الله ولم تكن الرسول الاعظم الائمه الانبياء هؤلاء خلقهم الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق من عليين خلقهم من فوق عليين من نور عظمته خلقهم الله سبحانه وتعالى وجودهم وجود عظيم جدا لكن اذا قيس وجودهم الى وجود الله سبحانه وتعالى فهذا قياس باطل لان الله هو الخالق وهؤلاء على عظمتهم هم المخلوقون. لقد راى من ايات ربه الكبرى، الايات كبيره جدا لكن اذا قيست الى الله سبحانه وتعالى فهي كلا شيء، لان الخالق لا حدود له هو الكمال المطلق. والمخلوق حتى إذا كان أفضل المخلوقات هو عين الفقر والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، الرسول محمد صلى الله عليه واله والأئمة عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم في كل شيء يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى فضلهم، شرفهم، اصطفاهم الكمالات التي لهم. وهذه الكمالات أيضاً نحن لا يمكننا أن ندركها، ولو هم ممكنات، الرسول، الأئمة، الأنبياء هؤلاء مخلوقون لله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا يمكن أن ندرك حقيقة ذاتهم على رغم أنهم مخلوقين، أنهم مخلوقون، ولكن مع ذلك كل ما لهم فهو من الله سبحانه وتعالى، فلذلك علينا أن نلتفت أن كل كمال لهؤلاء بل لكل شيء فهو مستمد من الله سبحانه وتعالى ولذا الإمام يقول والابتداء أزله وهذا مقطع آخر من مقاطع هذا الحديث وهذه الخطبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين O